السلام عليكم، اهلا وسهلا، كيفتم؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. هذا الفيديو هذا غنشارك معكم فيه، غنعمل واحد مفاجاه لخالتي لاكوزا ديالي، وغادي نبدا معكم من الاول. دابا جينا خصني نتاخر نشري شي حاجات اللي غنحتاجو من الطارطه هنايا من الكامبو. شفتش تما جبرتي خصني واحد بيسكويت نزوق به الطارطه. المهم معايا ديك الساعه نوريكم، جيت هنايا باش نشريه. ايوا صافي، خليكم معايا نشوفوا كيفاش غنوجدوا المفاجاه، شنو غادي نعمل في المفاجاه، وكيفاش غتكون ردات الفعل ديالها. خليكم معايا. رجعتكم زيونات. المهم جيت للدار ما تعطلتش، شريت غير هاد اللعيبات هادو، هاد البسكوي هذا، حيت هو اللي باغا نزوق به الطارطه. ديك الساعه ان شاء الله تشوفوا كيفاش غادي تجي. هذا اللي كيعدلو مع لاكلاص. المهم على داكشي شريته من الكامبو، كان كاين في ميركادونا، دابا ما جبرتش في هاد ميركادونا اللي حدانا، ما عرفتش علاش، واش تقطعوه ولا كيجيبوه غير في الصيف ولا والله ما نعرف. ايوا صافي، هادشي اللي كاين دابا. اليوم في الليل غنعدل الطارطه ان شاء الله، وغدا غادي نديوها ونمشيو. هادشي اللي كاين. الفيديو ديال الطارطه غادي ننزلو لكم بوحديتو، باش الناس اللي بغات غير الوصفه ديال الطارطه تدخل نيشان تشوف الوصفه ديال الطارطه، زعما ما تبقى تشوف الفلوق كامل من الاول حتى للاخر. وصافي هادشي اللي كاين. دابا ما حد دي لابسه عليا، غنوريكم واحد الحوايج اللي وصلوني من عند واحد الموقع اول مره نتعامل معاه، اسمه كوي ولا كويي، شي حاجه بحال هكذا. المهم ما عرفتش واش نطقتها صحيحه، ديك الساعه نخلي لكم الاسم ديالو هنايا. المهم انا ركب كاميرا في التريبودي ونرجع لكم باش نوريكم الحويجات اللي وصلوني. انا جلست مزيونات باش نوريكم. المهم وصلوني هاد الحوايج هاد. المهم موقعها شنو اسمه؟ هي كوي هيدا مكتوبه بالعربيه. المهم غنبدا لكم بهاد الكرتونه مادام هزيتها هي الاولى. هي وصلتني هاد سبرتينه هادي، شوفوا شحال كتحمق هادي، فنه كاليتي ديالها مزيونه صراحه، ما توقعتش يكون كاليتي ديالها سبرتينا هيدا غتكون واعره بزاف. كانوا عندهم باللوينات، انا اخترت الغوص ما عنديش هاد اللون. هانتوما هادي طلبتها باش غنعمل بها الرياضه، يعني ديما كنقول لكم غنبدا نعمل الرياضه، مي ان شاء الله هاد المره صافي عواله غادي نمشي نسجل زعما في الكلوب باش نبدا نعمل الرياضه. فطلبت هاد سبرتينا هادي على حساب زعما الرياضه. تنخرج مزيونه هي. شوف هذا ديال الثوب هنايا، الثوب المهم كيفاش عامل هذا، فحال كروتشي فحال الصوف. المهم انتما شوفوها كيفاش كتجي. طلب سطايه 37 فيها، بالنسبه للبنات اللي كيسقسوني مواقع شحال طايه درجلين كطلب، كنطلب الطايه ديالي هي 37، كتجيني قادي فحال زعما الطايه هنايا فحال الطايه ديال المواقع. هذه بالنسبه للسبرتينه الاولانيه. غنخلي لكم الروابط ديال هذا الموقع كاملين في صندوق الوصف، الروابط ديال الموقع والروابط ديال الحوايج كاملين في صندوق الوصف، زائد شي رمز التخفيض، وقيل عطاوني رمز التخفيض هذا الموقع حتى هما. المهم الا كان غنخليه لكم حتى هو في صندوق الوصف اللي تدخلوه قبل ما تخلصوا. طلبت هذا الصاك هذا حتى هو على حساب، انا قلت لكم عواله غادي نمشي نبدا نعمل رياضه في كلوب صافي باش نتحرك، حيت كنبقى نقول غنوض في الصباح نمشي نتمشى، ما كنتمشى ما والو. فوجدت كلشي باش نبدا نعمل زعما صافي، باش نبدا نمشي نعمل رياضه زعما بالمعقول. الصاك هيدا كيجي بلاتي نعاودكم فتحوه باش تشوفوه مزيان. المهم من داخل هيدا كيجي، ما كبير ما صغير، يعني يلاه يلاه مناسب لي حوايجي فوطو داكشي. فيه واحد سنيسله من داخل هنايا، ها هي، وفيه هاد الجيم هنايا، هنايا كاين الجيم جا عامل هيك. مكتوبه هنايا بينك، هو اصلا في البينك، شفتو كيفاش كيجي. وفيه هاد اليد هذا باش تعملو على كتاب الا بغيتي، اولا تهزو هيك مزيون. تاهو كاليتي ديالو مزيونه، هانتوما شوفو التوب ديالو كيفاش عامل. وجدت كلشي، خصني غير نبدا نعمل الرياضه. المهم ان شاء الله دابا تشوفوني غادي نبدا نعمل الرياضه هاد المره بصح. طلبت هاد السوداديره هادي، ها انتما شوفوا طويله حد الركبه ولا تحت الركبه بشويه وقيله. عجبني اللون ديالها بزاف، اللون ديالها خضيضر هيدا واعر، في هاد الكتابه هنايا هيدا، وفي الكمام التميم ديالها طوال. انا ديت طايه اكس ال وقيله في هادي، شوف شحال ديت اكس ال، وجاتني هي. المهم انا ديك الساعه غنصورها لكم عند اللبسه، نصورها لكم ونزيدها لكم في هذا الفيديو باش تشوفوها كيفاش كتجي في اللبسه. واسعه جاتني هي هذيك. المهم دي الطايه زايده عليا، ديما كندي واحد الطايه زايده باش كتجيني الحاجه واسعه. طلبت هذا السويك هذا، المهم غلف انا نفتحه معكم، كيجي كلشي مغلف. حتى ديك الصودا دايره جات مغلفه، وهذا غير فتحته وصافي فوشيته ديالو. والصاك كيجي عامل هيدا، حليلو واللون ديالو غزال. شحال وانا باغا نحصل شي صاك يكون في بوردو وفي هذا اللون هذا، يعني ما مغلوق بزاف ما مفتوح.
المهم اخيرا جبرتو. عجبني هذا الستيل، جا فيه هذه الزويقه هايده، فيه هذا ومن داخل كيجي هذا هو الكاليتي ديالو مزيونه الصراحه. هذا المر عجبتني الكاليتي ديالو في هذا الموقع، لا في الصاك لا في الحوايج. المهم كيجي فيه هايده بزاف ديال الجيم، كيجي هذا الجيم هذا وهذا بالسري هيدا، وعاد هذا وعاد فيه واحد الجويم اخر هنايا بالسلسله. المهم الصاك مزيون وباقي واحد الجيم اخر هنايا عاد، يعني يجي منظم تعمل فيه الحاجات ديالك منظمين، حيت فيه بزاف ديال الجيم. كيعجبوني السيكان اللي كيكون فيهم بزاف ديال الجيم، كتنظم الحاجه ديالك ما كتبقاش يسوتش بزاف. المهم الحجم ديالو مزيون، ماشي صغير ماشي كبير، متوسط، يهوز كارتيرا وتليفون وبزاف ديال الحاجات. عجبني عجبني الصاك. واخر حاجه هو هذا الصاك، الصدمه اللي شي خديته والله خراني. شوفوا قداش نوا ستيتو كان كيبان لي في التصويره. المهم كان كيبان في التصويره صغير، ولكن ما توقعتش يكون صغير قاد هيدا، جاب لي الله غادي يكون كثر شويه كبير. المهم ستيتو انتم بحال العروس تدوين، كيجي عامله هيدا وكتجي معاه السنسله. فين كتركب هاد السنسله؟ لا السنسله سمعتو الصمطه حق فين كتركب ما نعرف، ما عندهاش الخرصات، عندها غير هاد هادي صافي. واش كتربط؟ وكيلا كتربط، ما فهمت والو البنات، وكيلا كتربط هيدا زعما بغا يجي لها علاقه. المهم هاد الصاك لا علاقه الصراحه، ستيتو مع ما فهمتي واش هي تهز هيدا زعما هيدا تربطو تا صغير. المهم الجلد ديالو هانتوما كتشوفو صحيح، ولكن ستيتو حتى الهزه ديالو ما عرف واش ما فهمتي نركبها ولا كيفاش غتركب، ما كاينش ما عندها فين تكون غير هيدا. المهم هانتوما كتشوفو. ايوا صافي مزيونات، كانوا هادو هما الحوايج اللي بغيت نشارك معكم اللي وصلوني مع عند الموقع ديال كوي. كيف ما قلت لكم غادي نخلي لكم الروابط كاملين في صندوق الوصف، زائد رمز التخفيض الا بغيتو تشريو شي حاجه عجبتكم، شي حاجه بغيتو تشريوها دخلوا رمز التخفيض قبل ما تخلصوا باش ينقص لكم في الثمن. وصافي دابا غادي نكمل شي شغل عندي ونعدل طرطه هاد العشيه، وغدا ان شاء الله يا ربي نرجع لكم في هاد الفيديو نيت، غادي نرجع لكم غدا ان شاء الله من كل ماشي عند خالتي، نشوفوا شنو غادي نوجدوا اخر ونشوفوا كيفاش غتكون رده الفعل ديالها، واش غتعجبها مفاجاه ان شاء الله تعجبها. وصافي خليكم معنا. طرطه هي تسالت واجده وشبرتها في هاد البلاستيكه هذه كيف ما كتشوفوا، ديك الساعه نوريها لكم حتى نوصلوا ونفتحوها ان شاء الله نوريها لكم مزيان. ديجا صورت لكم فيديو ديال الطريقه ديالها بوحديتها باش اللي بغى غير الوصفه يشوفها غير الوصفه زعما بوحدها. صافي هنا شبرتها في هاد السينته هذه وعملت هنايا اللصو هيدا، وغادي نجبدو هيدا بالموس فوالا بحال هيدا هاي. دابا ملي كنفخنا نفخ بالهيليوم شويه فرحان بهم كثار. هاي البومبا اللي كنت وريتكم مره اخرى في الفيديو ديال عيد ميلاد ديال جنيد، كنا شريناه هاي جنيد ماشي شابه نفافخ فرحان بهم. طبعا ربطتهم له في السر والحيت لرخاهم مشاو قدام هذيك الكاميونه طبعا. المهم ضروري خصو يخرج شي طونوبيله في يدهم يستغناش عليها. رجعت لكم. المهم خرجنا من الدار دابا ماشيين غنكوزو، باقي لنا شي حاجات خصنا نشريوهم، خصنا نمشيو نشريو الورد والولاني ومن بعد غادي نكوزو امين يشري الريكالو ديالو، باقي ما شراهش. وصافي انا الريكالو ديالي ها هو شحال اللي شاريه، كنتمنى غير النهار باش نمشيو نعطيو وهله. وصافي هادشي اللي كاين، جنيد ما خصوش يطلع في الطونوبيره. المهم خليكم معايا ديك الساعه نرجع لكم. وصلنا سبقنا لاكانيادا هي الاولانيه، دابا حنايا هنايا قولكم شنو هي صور الموطه تكونوا عرفتوا. المهم شنو كتوقعوا يكون الريكالو ديال امين؟ المهم جينا نشريو الريكالو هنايا هو الاول، عاد نرجعوا نشريو الورد حيت هذاك في الطريق ديالنا باش نمشيو للروندا. ايوا صافي خليو لي شنو كتوقعوا هنايا الريكالو ديالي شنو هو وامين شنو هو، وتنسوا ان شاء الله الا بغيتي هذيك الساعه توريهم. دابا جيت نشوف الورد، شوف تبارك الله شحال الورد كلشي كيحمق. المهم غنختار ساعه نوريك. باش نوصل ليك داكشي اللي حاس بيه واللي كنشوفو فيك، ما يكفي العمر وما يكفي خلق. شوفوا دابا غادي نعيط من خالتي، غادي نقول لها حنايا جينا وانا كنصور واحد الفلوق، حيت انا ديما كنصور فلوق وكنصور معاها خاصها ضروري تكون عامله سمنيه. فدابا غادي نقول لها عمل سمنيه في راسك حتى انا كنصور فلوق عادي ما نقولش طبعا شنو كاينه باش نصورو لكم ردات الفعل ديالها. هاني جنيد هاني خالتي. الو خالتي
احنا وصلنا. شوف انا كنصور فلوج وزعما صورت جينا عندك حيت شحال ما جينا عندك، ودابا عم سبني في راسك وافتح لي الباب حيت خصني نصور اللقطه زعما داخلين. كتفتح لي الباب؟ لا نفوقي، غير نفوقي. نفوقي من تحت، فوقي صافي، فوقي فوقي. افتح لنا انت حيت غير بانترفون ونتلاقاوك من فوقي. افتح لي الباب سبنيه صافي، ما تفتحش تندق عليك، خلي الباب مجدوده تندق عليك باش نصور اللقطه من هنا. يا خالتي مسكينه اصلا مسعفه، ديما كتسعفني في الفيديوهات ديالي. شوفوا راه تتعجبهاش ولا داش المهم دابا ماشي غنسلم عليها. شوفوا راه الفيديو ديالي كنت غنطلع نقطع جوناد كيطالب بفتح الباب. ابري هما رجليهم طالعين في الدروج. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة ماما، سنة حلوة. Happy birthday to you. مسكينة. بغاني هاجي. قالتي مسكينة كتبكي. كيف جاتك هاد السوربريسة؟ والله ما كنت نتسناها واخا مسكينة. احنا جينا نهار قبل عيد ميلاد ديالها باش ما تعيقش، بينا. العيد ميلاد سعيد ابنا، تقولوا لها عيد ميلاد سعيد. هي موجدة طابلة مسكينة ديال الغدا. وينو هذاك الريكالو ديال امين؟ جوني فيتينا جيب الفافا خواجي. ما عرفتي شنو هي التليفون؟ هذيك الجاجة ديالو بروتيكسيون، بغينا شي نفتحو. خالتي كتعبر على الفرحة ديالها غير بالمسكينة. بغينا هذا الريكالو ديالي انا. محلاها اختارت نشوفوها كيف جات. صورة منزلي على فكرة، جابت لعشرين عايش عليها هذه يسرى بنتي. لكن عاود جيب جيب وجول ان شاء الله. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ايه شي قلت لك على السبنيه، كنت مسلسه كنقول لها غنصوروا على السبنيه. يلا كل عام وانت بخير. جوني طيح كيضرب في البطاطا، كيحماق على البطاطا المقليه. نوضوا تاكلوا يلا. وخالتي عملت شلاضه، هذه باربا فلفل حار هذا ايه. قلت عملت لها طاجين بطاطا حلوه، طاجين ديال الحوت بزبيب وبطاطا حلوه. طاجين ديال الحوت وبطاطا حلوه. خالتي تبارك الله الطابله ديال الغداء طرطقنا بالماكله. وعاد زيد عامل لنا هنايا ميريند، وهي عندها هنايا كرواسات بالسكر بيان الحلوى تيبان والبولونيز. ها هما خالتي تقطع الطرطه ديالها دابا. المهم بنات الوصفه ديال الطرطه نزل لكم فيديو بوحديتها، باش اللي بغى الوصفه يشوف نيشان الوصفه. جنيد قاس كيسرق في الحرب. صافي يا جنيد، صافي وحده صافي. بركه بركه، هيدا غيبقى يحفن دابا جنيد. صافي متكالط. هاهي جنيد صافي. مزيان صافي، هاودنا من عند خالتي ما تيتصورت لكم، رحت جلسنا مع بعضنا وهذا. ايوا صافي هادشي اللي كاين. كنعاود نقول عيد ميلاد سعيد خالتي. وشنو بصح نقول لكم اخر، صافي كتشوفوا مورا شريت واحد اللعبه عاوتاني لجوني، جينا جبرناها عندها في الدار مسكينه ديما كتشري له الالعاب. وهادشي اللي كاين، تهلاو لي في راسكم. شاركت معكم هاد الفيديو، بغيت زعما الا كان شي واحد ناسي مثلا وبغى يتفكر شي واحد من العائله ديالو، ماما ولا اي واحد من العائله ديالو، ملي كنشوف بحال هاد الفيديوهات بحال كيحفزونا يعني. ملي كتشوف شي واحد فرح بشي مفاجاه كتجيك تنتينا تقول وانا ملت انا مفاجاه شي واحد عزيز عليا. وصافي هذا هو الهدف من الفيديو. هادشي اللي كاين، تهلاو لي في راسكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. عشتي عليا الدار.
نسيت امين كي دي قد ضو هو سل صغطي ضروري نشعل ضو باش تصوركم. مهم تهلاو لي فراسكم، تصبحوا على خير اذا كنتو كتشوفوا الفيديو في الليل، ونهاركم مبروك اذا كنتو كتشوفوا الفيديو في الصباح. بسلامه.